واضح كده ان عينه حسين شح من السوق، والمتوفر دلوقتي هو لوسي ان طنط فاكيه اللي طالع من بيت مامي على بيت العروسه على طول. بونجور اون كما تليفون شربات يا اونكل شربات. بعد يا ناس يتحسب علينا راجل. وعينه لوسي ده هقولها لك في كذا صوره. انا دلوقتي مش جاهز، سنه واحده بس اكون نفسي واجي اتقدم لك على طول. وفجاه بعد شهر تلاقيه بيخطب. ليه؟ لانه كان مصاحب عليكي اصلا. اصل بصراحه ماما مش موافقه عليكي، وده بقى امه هتجوزه واحده بترقص فرح بنت عمه سهر. بصراحه انا اختي مش عاجباها مستواك الاجتماعي. عينت الواد ده اغنى واحد فيهم ساكن في كفر ابو فليحه. الرقم الذي طلبته غير موجود حاليا، من فضلك تاكد من الرقم المطلوب. والراجل ده كنت لسه قبلها بيوم بتتفقوا على اسامي الولاد والوان العفش وفجاه يختفي. عارف الراجل الزباقي ده متجوز اصلا ومصاحبك على مراته، وفي اللي بيتلكد يستناكي بس تكحي ويقولك ايه ده انا مش هقدر اكمل معاك العلاقه دي. اعتماد، انا اكتشفت ان انا عندي مرض خطير، هموت كمان ساعه ونص. انا مش عايزك تعلق بيا اكتر من كده. سلام. وده بقى الرجل الدرامي اللي بينهي معاك العلاقه عشان طولت. وطبعا الفائز بالمركز الاول، انا مش عايز اظلمك معايا، انت تستاهلي حد احسن مني. الحقيقه انك لو قابلت لوسي ده في اي مكان اجري، بقولك اجري. ونصيحه من ملك المزاج ليكي، ما تخلقيش لحد اعذار عشان يفضل جنبك. اللي مش هيمشي علشان الخطوه اكيد مش هيكمل بقيه المشوار. انت غاليه، خليكي زي النجمه، الراجل لازم يبص لفوق عشان يطولك. كرامتك وبس، حد رفضك مع الف سلامه. مش عاجبه مستواك الاجتماعي، الباب يفوت جمل. مش عاجبه شغل والدتك، والدك، سكنك، البلد اللي تودي. احنا كرجاله لما بنعوز حاجه بنعملها، ما تصدقيش حجج واعذار. اللي يقولك مش هقدر اكمل افتحي الباب وقولي له اللي يمشي يمشي زي بعضه، يبقى فضى سكه للي بعده.